ورجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل. وقبل ما أبدأ فقرتي أنا عايزة أوجه تحية لكل امرأة عاملة، لكل ست أم وبتشتغل. ليه بقى؟ لأن الأم اللي بتشتغل أنا عارفة هي بتشوف إيه، بتتعذب كتير، وخاصة لما يكون في أولاد. تحطهم فين؟ طب مين أمين عليهم؟ طيب نظافة المكان. أول حاجة بتيجي في بالها هي الحضانات. الحضانات لو ما كانتش نظيفة ومجهزة كويس، أنا كده مش هحس بالأمان مع يعني في مع أولادي، إن هم قاعدين في مكان يكون مجهز بشكل يخليني أنا كأم أرتاح وأنا في شغلي. ففقرتنا دلوقتي هيكون مشرفنا معانا في الاستوديو متخصصة في تجهيز الحضانات، ومش بس الحضانات، في حاجات تانية هنعرفها منها دلوقتي. أحب أرحب معاك نرحب في فقرتنا النهاردة بالأستاذة حنان محمد كمال، متخصصة في تجهيز الحضانات. أهلا وسهلا حنان، عاملة إيه؟ منورانا النهاردة. نورك، ربنا يبارك يا رب. ربنا يخليك يا حنان. قولي لنا بقى يا حنان، مشروع تجهيز الحضانات والكلام ده كله بدأ معاكي إزاي؟ بصي، في الاول انا كنت شغاله تيتشر في حضانه، وبعد كده بعد لما اشتغلت تيتشر حبيت ان انا اوسع من مجالي، حبيت ان انا ادخل في حاجه تانية، فحبيت ان انا اجهز الحضانات. تمام، يعني انت اصلا كنت حابه تجهيز الحضانات عشان انت اصلا كنت تيتشر قبل كده. انت اصلا خريجه ايه؟ نظم معلومات واداره اعمال. ما شاء الله. حبيتي بقى التدريس؟ معلش، اصلا انا اشتغلت في التدريس يعني في الجامعه قبل كده. طيب ايه رايك في التدريس؟ التدريس جميل، بس ان انت تدرسي الاطفال صعب. اطفال اللي هم بقى الكيجي، الكيجي 1 الكيجي 2 التمهيدي، ده بيبقى حاجه صعبه جدا. عايز صبر. عايز صبر، وان انت بس انت شكلك صبور جدا. صبوره جدا وهاديه جدا. يعني كده الاطفال حبوكي؟ الحمد لله، كانوا بيحبوني الحمد لله. طب انت ما فكرتيش ان انت تشتغلي تيتشر تاني ولا ايه؟ ولا هي كانت مره والله كده؟ انا بفكر افتح حضانه واخصص واخصص مجال بقى لتنميه المهارات مونتيسوري. عايزه يعني اعلم مثلا اللي هم احتياجات الخاصه. ذوي الاحتياجات الخاصه. يعني بصراحه انا ببقى متضايقه جدا لما اشوف حد احتياجات خاصه، عايزه تساعديه. تمام يا حنان. طيب بالنسبه للحضانات بقى، بيبقى في معايير معينه انت بتجهزي الحضانه على اساسها، ولا بتكون مثلا دي افكار من مخك يعني ابداعك الخاص؟ لو صاحب الحضانه او حابب ان هو يضيف حاجه بافكاره بيضيف. لو عايزني انا بديله فكره عن الحضانه انا بديله. من المسيطر بقى، انت ولا صاحب الحضانه؟ بصراحه. صراحه بقى. بصي، هو بيقول لي خدي، يعني بيديني ان انا اخد رايي، ياخد رايي انا في المجال اكتر حاجه، عشان انا ببقى عندي خلفيه متخصصة. اكتر عنه. متخصصه طبعا. عشان انت بقى المسؤوله عن تجهيز الحضانات وكده، فانت بتبقي عارفه الاساس اللي هو ينفع يتحط هنا. بالظبط. طب بتحطي بقى كاميرات مراقبه وكده في الحضانات، ولا بيبقى على حسب الطلب؟ على حسب الطلب. لو صاحبه الحضانه حابه ان هي تحط كاميرا مراقبه، طبعا بندخل لها كاميرات مراقبه عشان لو في عنف او اي حاجه مثلا. بس انا كده كده اساسا قبل ما اجهز اي حضانه انا بقول لهم حرام، يعني محدش يبقى عنيف مع الاطفال او كده. يعني من شروطي، يعني بقول لهم انت هتبدا حضانه، يعني ابداها بما يرضي الله. عندك انسانيه، حته الانسانيه دي جدا يا حنان. من ساعه ما اتكلمتي فعلا تخصص، يعني لازم فعلا تتخصصي حضانات واطفال. ربنا يبارك. طب انت بقالك كم، يعني المده اللي انت بداتي في عملك ده؟ بقالك قد ايه؟ 3 سنين. ما شاء الله. ورغم ال3 سنين ده انا شايفه انت عامله شغل جامد قوي يا حنان. محافظات بقى وكده. يعني فعلا شغلك مسمع في خلال الفتره. 3 سنين برضو فترة. انا كده قلت ده ما يعني ما شاء الله بقالك فترة طويلة. الحمد لله. طب قولي لنا دلوقتي حنان، هل انت تقدري ان انت فعلا تروحي محافظات تانية تجهزي حضانات فيها غير القاهرة والجيزة والكلام ده؟ أيوة. تقدري ان انت تروحي محافظة تانية خالص بعيد؟ انا جهزت بالفعل حضانة في المنوفية وفي دمياط، في كل المحافظات انا بروح. بتروحي؟ يعني لما حد بيبقى اوردر طالب مني حاجة بنزل انفذ على طول. انت بنفسك بتروحي محافظة تانية وبتجهزي بنفسك؟ وبشرف على التركيب
وبياخدوا رأيي اركب فين ده اركب فين ده. وبتجهزي الحضانه كلها انت برضو اللي بتجهزيها لوحدك؟ احنا شفنا طبعا على الشاشه المنظر الحضانه تجهيزاته روعه جدا اللي احنا شفناه في بدايه الفقره يعني فعلا مميز. وانا كأم انا يعني هبقى فعلا حاطه اولادي هنا ومبسوطه لان التجهيز ده بيفرق جدا في نفسيه الطفل. طبعا طبعا ده اهم حاجه. دي حقيقه فعلا. طب قولي لنا كمان يا حنان، هل انت تقدري انك تمسكي مثلا مكان وتحوليه مثلا لكافيه او اي حاجه كده لو حد طلب منك؟ لو حد طلب مني بعمل اوبن اريا وبعمل كافيه اللي هو على حضانات بس. مش حضانات يعني بس، حاجه واحده. ايه بقى كمان قولي لنا ايه كمان يعني مجالاتك اللي ممكن فعلا تجهزي فيها اماكن؟ إيه؟ بعمل يونيفورم مطاعم، بعمل يونيفورم المصانع، بعمل يونيفورمات وكتب. انا سمعت كمان كتب. بعمل كتب يعني مش انا اللي بعمل، بتشرفي؟ بتشرفي عليها؟ يعني انت دلوقتي بتمسكي الحضانه من الالف للياء، انت اللي بتبقي مسؤوله عن اليونيفورم. وفي متخصصين رسم على الحائط بيرسموا. بتعامل معاهم، حد عايز مثلا يرسم على الحيطه او حاجه انا بخليه يرسم يعني. جميل جدا. وبيروح برضو جميع المحافظات. كل ده انت لوحدك؟ وتحبي شغلك بقى يا حنان؟ جدا، انا بحب الاطفال يعني جدا. فعلا هو ده المجال اللي انت كنت بتحلمي بيه ولقيتي نفسك؟ لقيت نفسي في المجال ده وسط الاطفال الملائكه دول. بجد والله لقيت نفسي فيه. طب ودراستك بقى اللي هي نظم ومعلومات والكلام ده بيبقى ايه بقى؟ دراستي بصي هو يعني اغلبيه الناس ما حدش بيشتغل بدراسته، انا حلقيت نفسي في الحاجه دي وحبيتها. فاكيد اكمل فيها. تكملي في الحاجه، احاول اطور من نفسي في الحاجه دي. مش مشكله عندي اي حاجه تانية. اهم حاجه ان انا اطور نفسي في التجهيز. طب دلوقتي حنان بصي احنا هنتفرج دلوقتي على صور هتتعرض قدامنا على الشاشه دلوقتي للحضانات قبل نشوف وبعد. نشوفها مع بعض دلوقتي. يعني باينه جدا ان الحضانه طبعا ما كانتش حضانه ولا اي حاجه. لا ده باينه واو يعني. يعني باينه واو فعلا. حنان ابتدت ان هي تمسك الاساسيات كلها وان هي تحطها في الحضانه من عفش ومن اساس ومن كل حاجه. لا والذوق كمان، الذوق واضح يعني. بصي الالوان الاطفال الطفل على فكره اهم حاجه بتلفت انتباهه الالوان جدا. دي حاجه يعني ده كان مكان مهجور طبعا. زي ما معروض خليتي له روح يا حنان. بص خليتي له روح. وده برده نفس يعني روح حنان الجميله باينه فيه. ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يبارك. والاضاءات كمان الاضاءات حلوه جدا. ده برده لسه قبل ما تتجهز. ده دلوقتي بقى اتجهزت. وبرده الحاجات الديكورات دي انت اللي بتكوني حنان برده انت اللي بتختاريها بنفسك. اي حد عايز اي حاجه انا بنفذها له. الكراسي الاساس كله حتى كمان الكاربتس اللي في الطرقات فعلا حلوه. الالوان انا عاجبني التناسق الالوان جدا. جميله جدا يعني فعلا الالوان مبهجه. ما هو اهم حاجه في الحضانه. لا انا لفتت لي نظري الالوان فعلا. تناسق الالوان حلو قوي والديكور مع الشكل مع كل حاجه. دي صفحتك كمان؟ ده صفحتك على الفيسبوك بتاعتي. التواصل طبعا يعني اي حد عايز يتواصل. حضانات هي دي البيج بتاعت حنان سمايل كيدز. حتى الاسم سمايل كيدز. ان شاء الله يبقى اطفال سعداء دايما. ان شاء الله طبعا يعني كفايه ان انت معاهم يا حنان بضحكتك الجميله دي. ربنا يبارك لك. ربنا يبارك لك. قولي لنا بقى يا حنان، هل انت برضو في حاجه تانية حابه تعمليها جنب الحضانات وكده؟ يعني انا لو قدامي اي حاجه يعني بحاول ان انا مثلا لو في حتى مساجد كنايس عايزين مني حاجه بحاول اقدمها لهم كمان. زي ايه طيب؟ يعني قصدك ايه؟ يعني مثلا بحاول ان انا اشارك في جزء يعني ده بيني وبين ربنا ما بحبش اتكلم فيه. يعني دي عمل خير. حاجه خيريه. ما شاء الله ما شاء الله يا حنان. يعني بجد انت مشروعه كمان نجح يعني على فكره. انت اسمك ويعني المعنى كمان. ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يبارك لك. ربنا يبارك لك. طيب ايه بقى يعني الخطوه الجايه بقى ان عايزه حنان بقى بتفكر فيها مشروع معين او فكره بقى جديده؟ الفكره نفسك تنفذيها؟ الفكره بجد اللي نفسي انفذها ان انا يعني اعمل اللي انا قلت اكاديميه. اكاديميه تبقى شامله حاجات كتير، ما تبقاش حضانه بس. يعني تبقى شامله حاجات كتير جدا. يعني ده اللي بفكر فيها. وطبعا بخبرتي وكده فيعني احاول ان انا اعملها ايه تاسيس انترناشونال ولغات. يعني حاجه عاليه. هتختاري كمان مدرسين فيها وهتلاقي ناس فيها كده. طب انا عايزه اسالك سؤال دلوقتي حنان، اختيارك للمدرسين مثلا اللي بتجهزي الحضانات فيها وكده بيكون على اساس ايه؟ لما بيجي مثلا صاحبه الحضانه تيجي تاخد رايي اقول لها اعملي معاها انترفيو. حددي معاها لو انجليش، حددي معاها اللغه، النطق، نطق الحرف، الاساسيات. طبعا ده مهم جدا.
تمام. لا عشان لو الاكسنت بتاعتنا ده شيء مهم، لان طبعًا. كمان بالذات الطفل بيكون مهم جدا عنده نقطه لا وكمان الام على فكره، لا الام اكتر، لان الطفل ده في الوقت ده مبقاش فاهم. الام انا بدخل مثلا كأم بشوفك مثلا التيتشر اتكلمت كده كلمتين انجليش ما عجبونيش، انا هقول لك طب شكرا. ايوه بالظبط كده. كده خرجت من الحضانه. طب هتعملي جزء عربي؟ طبعا. ايوه اصل في ناس تقول لك لا احنا لا 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 العربي الاساس، تحفيظ القران. طبعا تحفيظ القران السن ده بيبقى جميل قوي. طبعا. لا ده وهتسميها ايه بقى برضه؟ اسمايل كيدز. ايوه خلاص انت بقيت براند. لا انا خلاص يعني حابه الاسم ده. لا فعلا هو براند وخلاص، خلي بقى يبقى هو براند سمايل كيدز. خلاص. طب قولي لنا يا حنان برضو ايه بقى الصعوبات اللي واجهتك وكده، وهل الناس كانت بتشجعك وتقول لك جو اون والكلام ده؟ على فكره انا اكتر واحده الناس كلها كانت واقفه ضدي بجد. والله العظيم. لا بجد والله العظيم، يعني كان في ناس كتير قوي مضطهديني عشان في التجهيز وكده، كانوا بيحاولوا ان يعملوا مشاكل. اعداء النجاح. اعداء النجاح. بصي اي مجال فيه اعداء نجاح. طبعا طبعا. فابدا بحقيقة ده، وقعدت فتره طبعا، وكنت بقرر ان انا اسيب الشغلانه. بس للدرجه دي؟ والله العظيم. بس بصراحه وجود ماما في حياتي هي اللي بابا ادتني قوه. وبابا والله هم يعني وقفوا جنبك. طب تحبي توجه لهم بقى ربنا يخليكم ليا؟ ايوه اوجه لهم كلمه كده بقى. ربنا ما يحرمنيش منهم بجد والله العظيم، هم اللي وقفوا جنبي وما زالوا بيقفوا جنبي. يعني انت كان في سبورت من مامتك ووالدك وكان صحابك هم اللي كان برضو. طبعا هم اللي كانوا واقفين جنبي، كان هم السبورت بتاعك يعني. سبورت تيم. وهتبقي احسن. لا 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 كانوا بيدينوا طاقه ايجابيه جميله. محتاجين احنا دايما ناس يشجعونا في حياتنا، واقفين جنبينا. توأم الروح، عارفه لما تلاقي توأم روحك. طبعا امسكي فيه. طبعا. طب واصحابك وكده والناس اللي انت تعرفيهم كانوا برضو بيشجعوكي وبيقفوا جنبك؟ كانوا برضو سبورت ليكي ولا هم مامتك وباباكي بس؟ لا 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 كانوا برضو بيقفوا جنبي ويقولوا لي ان شاء الله هتبقي احسن. الله. ان شاء الله. بس خلي بالك برضو يا حنان، يعني انا اعرف ان مثلا حواليا بابا وماما او صحابي بيشجعوني، بس انا حاسه برضو فيكي قوه، يعني حاسه برضو ان حنان قدرت تعمل ده، لان ايه حنان عايزه تنجح بالظبط. يعني العامل الكبير قوي على حنان. انا فعلا بصراحه عايزه ابقى حاجه، مش عايزه ابقى بجهز حضانات بس حتى، بس لا انا عايزه اطور من نفسي، دايما بحاول اطور من نفسي وعايزه اخد كورسات وكل. ما دام انت عايش لازم تتعلم. ايوه بالظبط كده. طب والناس لما بتيجي تتواصل معاكي بتتواصل معاكي عن طريق ايه برضو يا حنان؟ عن طريق الارقام والبيج بتواصل معاهم، ولو حد عايز اداره والله بيتصلوا بيا يقولوا لي يا حنان نعمل ايه في كذا، بكلمهم وبيستشروني. يعني كل ده حنان بس اللي بتعمله ده. ما شاء الله من الالف للياء كل حاجه لله. وما شاء الله يعني عليكي يا حنان. ربنا يبارك فيك. وكان لينا الشرف بجد بجد بجد. طبعا الشرف ليا والله ان انا معاكم بجد. ودينا طاقه ايجابيه. ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يبارك لك. طبعا يا جماعه حنان هي مثال لكل بنت ناجحه، طبعا بتحب ان هي تحقق احلامها، وقدرت ان هي في فتره قصيره جدا تعمل مشروع ليها وتبتدي فيه، وتبتدي فيه من الالف للياء، وهو ده فعلا اكبر ميزه في حنان. فبجد حنان شكرا ليكي جدا ونورتينا النهارده. ودلوقتي هنرجع نروح في فاصل ونرجع مع بعض تاني.